يعني احنا عرفنا مصر المقاصه وارتبط اسم اللواء محمد عبد السلام بمصر المقاصه، ولكن يبدو ان هناك اخبار جديده سعيده والكلام عن عوده اللواء محمد عبد السلام مره ثانيه. محمد بيه، مساء الانوار. مساء الانوار، اهلا يا كابتن مدحت. اهلا بحضرتك، اهلا بحضرتك. يعني حقيقه العوده وكيف كانت اذا كانت حقيقه؟ هي حقيقه للاسف، لكن انا للاسف ليه؟ يعني ليه؟ انا كنت افضل ان انا انسحب واسيب الراعي الجديد يتولى القصه لوحده من غير ما يعني يبقى في حد تاني، علشان بقى ينفذ اللي في دماغه والاستراتيجيه بتاعته واللي يعملوا اللي هم شايفينه يعني لصالح الفريق يعني. نعم. بس للاسف مجلس الاداره رفض بشده، والراعي نفسه رفض بشده، ويعني جم زاروني في البيت، وما ما اقدرش ارجع يعني، ما اقدرش. ده بيتك، ده بيتك يا محمد بيه، يعني ده بيتك، ده بيتك. طبعا انا ما قلتش لا يعني، طبعا طبعا ده بيتي يعني. طبعا طبعا. طب كانت ايه اسباب الرحيل اساسا يا محمد بيه؟ لا هل كان في خلافات او حاجه يعني؟ لا لا لا، مفيش خلافات، ناس كلها محترمه اللي معانا، والراعي ناس محترمه جدا، ولا ما كانش في مشاكل ولا حاجه. لكن انا لا يعني خجلت بقى من ان انا ابقى موجود وانا المسؤول في النهايه، لان كل حاجه في وشي. فلا انا قلت لا، انا اترك ادبيا يعني، اترك المكان للراعي، لانه هو المسؤول ماليا وهو اللي بيرعى الفريق يعني، فيبقى القرارات احسن انها تبقى منه هو يعني. هو الاستاذ احمد عبد الخالق، المهندس احمد عبد الخالق، هو رئيس الشركه الراعيه لنادي طيب، لنادي مصر المقاص. هل بيع اللاعبين قبل انطلاق المسابقه محمد بيه وخلال فتره الانتقالات بشكل كبير خلاك تشعر بالخوف مبدئيا ومستقبلا على الفريق؟ يعني نحاول حاجه بس يعني انا ما بخافش اطلاقا طول ما كابتن ايهاب جلال موجود معي. انا يعني مطمن تماما، لان كابتن ايهاب جلال يعني انا بتعجبني جدا اسلوبه في اداره الفريق، واسلوبه في والطريقه اللي بيلعب بيها، وقدراته الحقيقه قدرات متميزه يعني. صحيح صحيح. بما ان ايهاب جلال موجود فانا ما كنتش خايف اطلاقا يعني. طب هل هيستمر النادي في بيع لاعبين للانديه المختلفه سواء اهلي او زمالك او غيره الفتره اللي جايه، ولا كان لحضرتك يعني بعض الطلبات لما قررت قبول المهمه مره تانيه؟ لا، ما ليش طلبات خالص. غير يعني اللي بتمنى ان دايما الراعي يبقى ملتزم بمستحقات اللاعبين وبالاحتياجات اللي محتاجها النادي يعني. ده اللي انا بتمناه يعني. لكن انا ماليش طلبات، وانا يعني هو يعني بتكلم حرصا على الفريق يا محمد بيه، بتكلم حرصا لانه يعني الفريق برضو طلع لعيبه، مشى لعيبه مهمه جدا كانت مديه طبعا شكل وقامه، يعني خمس لعيبه راحوا لسيراميكا كليوباترا مع كل الاحترام طبعا، لكن هم لاعبين مؤكد مؤثرين جدا في المسيره. حضرتك قلت ان بتثق في ايهاب واحنا كمان، لكن في النهايه اكيد اكيد لعيبه ليها تقل يعني. مش عايز اشك، لكن يعني خليني اقول لحضرتك بصراحه. اتفضل. الراعي اللي هو شركه المقاص سبورت اللي هو الراعي، ايوه، كان ابتدى يرفع ايده عن الفريق من شهر 5 اللي فات. يرفع ايده بمعنى يرفع ايده من الصرف على الفريق. انا يعني انا تركت الشركه، تقدمت باستقالتي من الشركه يعني، نعم، فما بقتش موجود. فهم مش شايفين ان شركه مصر المقاصه شايفه
ان هي شركه ماليه ويجب انها تركز بس في الحاجات الماليه. مكاسب ماليه يعني. رفع ايده تماما عن دعم الشركه او يعني، ولذلك تاخرت مستحقات كتير واحنا عرفنا ده بالظبط. فكان لازم نقدر نتصرف ونوفر للفريق موارد، الموارد اللي تمكن اللعيبه من انها تستمر وتفتح بيوتها. يعني دي طبعا طبعا حاجه مؤلمه جدا يعني. بعديها لما الدوري خلص، كان من قبل الدوري ما يخلص، كان في بعض الانديه طالبه مجموعه من اللعيبه، ايوه، فاحنا راينا ان احنا نستغنى عن دول عشان نحافظ على الباقي. مفهوم، عشان تصرف على الباقي. بالظبط كده، بالظبط بالظبط. ولكن الشركه الراعيه حاليا ملتزمه بالصرف ولا برضو؟ الشركه الراعيه ملتزمه بالصرف. ملتزمه حاليا بالصرف، لان هي كمان ده في فلوس كتير دخلت الفتره اللي فاتت من بيع اللعيبه يعني. طبعا. هل كان جه لحضرتك خبر انه ايهاب جلال بيفكر المغادره والذهاب الى بيراميدز فتره من الفترات اللي فاتت؟ يعني هو كابتن ايهاب جلال ما اعتقدش انه هيعمل حاجه من غير ما يقعد يتكلم معايا، لان العلاقه هي علاقه قويه جدا، نعم. ما هيش مجرد انا رئيس نادي بالنسبه له، لا. فاعتقد انه لو في حاجه هيتكلم معايا. يعني ما اتكلمش مع حضرتك في حاجه زي كده لا خالص. لا خالص بالظبط بالظبط. خالص. اخيرا يا محمد بيه، طموحكم السنه دي في الدوري ايه؟ يعني هل نبقى في منطقه وسط؟ هل نروح للمربع زي ما كنا قبل كده وشاركنا في الكونفدراليه؟ يعني ان الطموح شاء ايه؟ الله ان شاء الله نروح للمربع ويعني نرجع برضو. انا عندي ثقه كبيره في اللعيبه والروح بتاعتها، نعم، وعندي ثقه كبيره طبعا بعد الله سبحانه وتعالى، طبعا ثقه في اللاعبين انهم يقدروا يحاربوا وياكلوا النجيله علشان فرقتهم. ان شاء الله. يعني نقول مبروك لمصر ما قص عودتك يا محمد بيه، ونتمنى لك دوما كل توفيق. شكر جدا، شكرا شكر جدا كابتن مدحت، شكرا. وانا اسف انا ما نسيت ابارك لك على البرنامج الجميل بتاع الله يخليك. مساء الانوار. رجع، ايوه الله يخليك يا عجيب بقى صباح الانوار. ما هو خلاص، ما احنا في الفاصل هنشتغل برضو ما بين صباح ومساء. لا تخلص مساء الانوار وتفضل قاعد لغايه ما تبتدي صباح الانوار. عناية ليك يا محمد بيه. الله يخليك، الله يخليك. اشكرك شكرا جزيلا. فرصة سعيدة. انا اسعد، اشكرك شكرا جزيلا.